اليوم كممثلي تنسيقية عقود تربية نينوى كانت لنا زيارة إلى مديرية تربية نينوى، والتقينا مع السيد مدير عام تربية نينوى الأستاذ عبد الرحمن هاني الدباغ المحترم، وذلك لتقديم درع الإبداع والتميز والشكر والتقدير إلى السيد المدير العام المحترم، وذلك تثمينا لجهوده المبذولة التي قدمها لإخوانه وأبنائه المتعاقدين وفق قرار 315 لسنة 2019. ومن هنا أتقدم بالشكر والتقدير إلى السيد مدير عام تربية نينوى الأستاذ عبد الرحمن هاني الدباغ المحترم، ووفقكم الله خدمة لنينوى الحبيبة وأهلها، وخدمة للعملية التربوية والتعليمية، ولكم جزيل الشكر والتقدير. بارك الله فيكم، إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله كل الموفقية ونجاح في نعتبر المرحلة الجديدة إن شاء الله، اللي هي مرحلة مهمة إن شاء الله على مستوى عملكم الوظيفي. نتمنى إن شاء الله أن تتوفقون إن شاء الله بالأيام القادمة في إيصال المعلومة والتربية الصحيحة لأبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلبة، وهذا ما بالغريب على أبنائنا المتعاقدين المحاضرين اللي كان لهم بصمة كبيرة خلال هذه الفترة الماضية. إن شاء الله نسعى دائما في استحصال كافة حقوقهم، وسنبذل قصارى جهدنا إن شاء الله في موضوع تثبيتهم. هذا الموضوع صراحة يهمنا، ونتمنى إن شاء الله للجميع الموفقية والسلامة، وإن شاء الله بالمستقبل القريب راح يكون هناك تسوية إن شاء الله عادلة، ومن أجل أن تكون هذه التسوية يعني تمثل دعم لموقفكم في المستقبل من أجل التثبيت، لأن التواجد أو الدوام العشوائي في مكان ما يعني أكثر من غيره في إحدى المدارس بكثافة أكثر من غيره، هذا يعني ما المستقبل ما يخدمكم. إن شاء الله أتمنى لكم إن شاء الله الموفقية والنجاح. رب يوفقك الساد ويحفظك منك. المستقبل أمامكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله رب يوفقك. أن تقدموا خدمة لأبنائكم التلاميذ والطلبة، هم مسؤولية التعليم هي مسؤولية كبيرة، وأتمنى يعني هذا الدور الكبير والرسالة الإنسانية اللي نقوم بها، دور المعلم هذا لازم يكون أمامكم وأمام أنظاركم إن شاء الله.